التوفيق. لكن لازم نخرج لتليفون مهم معانا النهارده وهو كابتن يحيى يوسف المدرب العام لفريق كره اليد. كابتن يحيى مساء الخير. كابتن يحيى مساء الخير. نور يا كابتن خالد، معاك اتفضل. نايم ولا ايه يا كابتن؟ لا والله يا صاحبي ربنا يكرمك كابتن. كابتن بكره ان شاء الله بطوله العالم هتبدا لمواليد 98، كنا عايزين نعرف راي حضرتك ايه في المجموعه، فرنسا، السويد، نيجيريا، كوريا الجنوبيه، استراليا مع منتخب مصر مواليد 98. طبعا هي انا شايف ان هي مجموعه متوازنه، بين احنا كمصر مجموعه متوازنه، معانا في السويد ومعانا فرنسا، واما كوريا الجنوبيه ونيجيريا واستراليا هم متوسطين المستوى او اقل من المتوسط شويه. اعتقد ان الكابتن طارق محروس كان مصر ان هو يروح معسكر في السويد ويشوف فرقه السويد قبل ما يروح على فرنسا برضه اللي في المجموعه، عشان برضه يشوفهم في الدوره الروتين اللي هو لعب معاهم. اتمنى طبعا ان كابتن طارق، وانا كنت مكلمه بصراحه امبارح وقلت له ان البدايه هي المهمه جدا في البطوله دي، البطوله بدايتها بكره ماتش استراليا الساعه 10 الصبح ان شاء الله بتوقيت القاهره باذن الله. اتمنى طبعا الفوز طبعا لمنتخب مصر، معاه مجموعه كويسه جدا جدا، وكابتن طارق اختيار مهم جدا، كمان معاه عناصر من مواليد 2000، حوالي ثلاث اربع عناصر من مواليد 2000 مهمين جدا ان هم يخشوا في المرحله دي. كابتن يحيى، شايف ان منتخب مصر كل خبراء كره اليد بيجمعوا ان المرحله دي مرحله منتخب 98 يقدر يحقق حاجه ويعيد بها امجاد منتخب سنه 93 اللي هو مواليد 73 لما فازوا بكاس العالم في مصر، شايف ان مصر تقدر توصل لدور الاربعه في خلال البطوله دي في اسبانيا ولا الامور صعبه شويه؟ والله يا كابتن خالد، هو طبعا بيفرق معانا الخبرات شويه في السن ده. السن ده مواليد 98 يعني 21 سنه، اعتقد ان في اوروبا بيلعبوا بدري شويه عننا، لسه احنا السن ده لسه مخلص من 3 شهور بس هو المرتبط او الشاب بتاعه. اما في اوروبا في اختلاف شويه ان هم بيلعبوا من سن 18 سنه، ممكن ان هم اللي بيصعدوا على الدرجه الاولى. فده يفرق. اعتقد ان شاء الله لو طلعنا ثاني مجموعه او اول مجموعه مش بعيد، ان طبعا مستوى الشباب على مستوى العالم كله بيبقى متقارب قوي، مفيش يعني مستوى كبير قوي، مفيش فرق يعني بتبعد عن بعض، المستوى تقريبا قريب، بيبقى قريب شويه. فاتمنى طبعا ان كابتن طارق، طبعا هو اكيد كابتن طارق ومعاه كابتن محمد سليمان برضو محلل فني، اكيد هم درسوا الفرق اللي لعبوها، واعتقد ان كابتن طارق اول ما عرف المجموعه اللي هو داخل فيها جمع كابتن محمد سليمان جمع له كميه ماتشات مهمه جدا هو يتفرج عليها، وشوف نقط القوه ونقط الضعف اللي في الفريق. ان شاء الله البدايه بكره مهمه جدا، وبعد بكره ماتشين نيجيريا واستراليا مهمين جدا، لو كسبت فيهم قبل ما تروح على ماتش السويد هيبقى نقله جامده جدا، لو كسبت ربنا اكرمك وكسبت ماتش السويد دي نقله ثانيه خالص ان شاء الله، تبقى اول مجموعه او ثاني يا رب ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق باذن الله، وتكون دفعه قويه جدا في اول ماتشين زي ما انت قلت. خلينا نروح للاهم لجماهير النادي الاهلي، وهو يعني اعداد فريق كره اليد بالنادي الاهلي وبدايه فتره الاعداد مع كابتن يحيى يوسف. والله يا كابتن خالد، احنا بادئين فتره الاعداد من قيمه اسبوع الحمد لله، بس المشكله ان في تجميعه منتخب دلوقتي، فعندي الحمد لله 9 في المنتخب الكبير، وعندي 3 كمان في المنتخب الشباب اللي هو لعب بكره كاس العالم، وعندي لاعب برضه تونسي في المنتخب التونسي، فاعتقد العدد مش كبير. اعتقد ان شاء الله اما المدرب الاجنبي يجي خلاص هو جاي كمان اسبوع 3-4 ايام او فرحه او جاي، ان شاء الله يكون المنتخب جمعوا جمله النادي الاهلي على يوم 28 ان شاء الله، هنبدا فتره بقياسات ان شاء الله، وهتبقى ان شاء الله ربنا ان شاء الله. كابتن يحيى، بدانا مع اللعيبه المحليين او اللعيبه عفوا اللي هم مش دوليين يعني، ولا لسه هنبدا ان شاء الله يوم 28 مره واحده؟ لا لا، احنا بادئين مع اللعيبه دي بقالنا بالظبط 5 ايام، اللي هم كان في عندي 4 بيتمرنوا معايا، بس في منهم 2 مصابين بس، الباقي كله في المنتخب. بنجهزهم للقياسات ان شاء الله، المدرب اولى يجي ان شاء الله بالسلامه، هيبدا القياسات وان شاء الله يكون تجميع المنتخب برضه جم، ونعمل قياسات ونبتدي ان شاء الله. اما دول بنجهزهم ان شاء الله زي علشان يكونوا مع المنتخب ماشيين مع لعيبه المنتخب بتوازي في الاعداد. طب طمنا، فترات اللي جايه باذن الله هتكون فترات لمنتخب مصر ولا فترات لاعداد مع النادي الاهلي، بالذات ان احنا عندنا 9 لاعبين بيستعدوا لبطوله الامم الافريقيه اللي هتقام في تونس ان شاء الله 2020؟ هو
المدرب اجنبي جه قعد مع الاتحاد مع الكابتن علاء المسؤول عن المنتخبات القوميه واتكلم معاه بحيث ان هم ينظموا عمليه المنتخب اللي هتروح المنتخب امتى ويجي نادي امتى في توقفات في تجمعات منتخب عشان الاعداد برضو لافريقيا في تونس في شهر واحد اللي جاي بس هي في افريقيا الزمالك رايحها وسبورتنج ففي توقفات التوقفات دي اللعيبه اللي مش هتروح مع المنتخبات هتتمرن موجود في النادي عادي طبيعي واللي المنتخب هيروحوا الدوري هيبدا هيختاروا يومين بس في الاسبوع هيروحوا اللعيبه بتاعتنا هيروحوا المنتخب يومين ويرجعوا لنا ان شاء الله تاني. طب يعني فتره الاعداد ان شاء الله هتكون مكتمله العناصر في النادي الاهلي عشان برضو اكيد المدير الفني الجديد ياخد على اللعيبه ويبتدي يتعرف على كل لعيب على عن قرب في ارض الملعب مظبوط؟ اي بالظبط كده ان شاء الله هو المفروض ان احنا كنا نبقى فتره الاعداد كاملين يوم 22 بس المنتخب جمع في التوقيت ده فبنجمع اللي هم مش في المنتخب القومي وبنعدهم بحيث ان هم يمشوا بالتوازي مع منتخب تمرينات المنتخب الكبير بحيث ان المدرب الاجنبي يجي ان شاء الله يوم 21 نبدا كلنا كفرقه تيم كلنا كاملين يوم 29/7 ان شاء الله. طب طمنا يا كابتن يحيى بقى اخر حاجه قلت لي في اصابتين عندك اربع لعيبه وفي اتنين مصابين مين اللعيبه المصابه وايه الوضع يعني ايه الاصابه بتاعتهم بالظبط؟ لا هو ممدوح طاب طبعا هو بنجهزه خلاص فاضل بالظبط اسبوعين ان شاء الله وينزل الملعب في الاسابيع وبرده عندي محمود فايز برده كان عنده اصابه ومكان السوبر وكاس مصر شغال في شهر 4 اللي فات وشهر 5 فاكر مصاب فبنجهزهم ونعدهم بحيث ان هم يخشوا معانا ان شاء الله من اول الشهر الجاي ان شاء الله هم الاثنين يعني باذن الله الشهر الجديد هيكون 1/8 باذن الله الفرقه تكون مكتمله العناصر باذن الله. كابتن يحيى بنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق بنتمنى لك انت والمدير الفني الجديد يعني التوفيق مع فريق كره اليد ان فريق كره اليد محير ناس كثيره. كابتن يحيى بشكرك شكرا جزيلا انت كنت معانا.